هاي هاي. I'm so sorry، أنا عارفة أنا اتأخرت جدا. لا أنتي براحتك تعملي اللي أنتي عاوزاه. عادي كان ممكن تبعتي لي صورة بالفستان ده وأنا كنت هبقى قاعد مبسوط. أنا قلت يعني أتشيك لك كده في يوم وأبقى بنوتة لا تغير رأيك مثلا ولا حاجة. أنا؟ مستحيل. أنت ممكن بليز تبطل تبحلق لي كده عشان بجد بتوتر وأبقى مش عارفة أتكلم ومش عارف يعني بليز بليز. هحاول بس ما أوعكيش يعني، محدش قال لك تبقي حلوة قوي كده. يعني ما كانوش شوية إعجاب وراحوا لحالهم؟ لا. أنا كل شوية بتأكد أكتر أصلا. أنا عاوز أتقدم لك. تتقدم لي بسرعة كده؟ أه بسرعة كده، إيه المشكلة يعني؟ عادي، هنتخطب ناخد وقتنا، مفيش حد بيجري ورانا نتجوز وقت ما نحب. أنت متأكد؟ أه متأكد، أنت متأكدة؟ أقول لك على سر؟ أنا بصراحة اتأكدت لما بعت لك البيشنت دي عندك العيادة اللي هي قالت لك إن هي سنجل، هي طبعًا بعد ما خلاص من عندك جت جري حكيت لي كل حاجة. اللي هي اللي انت اللي بعتها؟ ايوه. بتكلم بجد؟ اه بتكلم بجد، انا توقعت ان انت تعرف لوحدك. لا خالص. انا خفت منك سيكا. لا ما تخافش. ما تخافش ايه بس؟ بس على فكره في كتير جم بعدها عادي يعني ما عملتش اي حاجه يعني واقف صلب جبل. هتسالي هبه. أنا أسأل هبة؟ أنا عمري ما يطلع مني الحركة دي يا شيخة. عمري عمري بجد والله. أمال إيه؟ طب ها؟ هقابل أهلك إمتى؟ بص أنا بابايا راجل لذيذ جدا، هتحبه قوي لما تشوفه. هو أصلا هيستغرب إن أنا غيرت رأيي في موضوع الجواز ده. المهم ما ترجعيش في كلامك. أنا في الأول كنت شاكة بس الدنيا مبشرة. الحمد لله. كرم ربنا. احكي بقى كل حاجة عن نفسك، كل حاجة، كنت فين، مدرسة ايه، كل بص عايز اعرف كل حاجة. مش عاوزة تشوفي الخاتم ده عليك هيبقى عامل ازاي؟ اوكي. اليمين صح؟ مش عارف. ممكن اشوف كده؟ هي صحيح مش أول واحدة تنفصل عن جوزها، بس شخصية قوية زي شيرين لما تلاقيها كده مكسورة وضعيفة بجد بتصعب عليك قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وبعدين يا عنجي؟ شايفة أي تحسن في حالتها يعني؟ لا لا لا، هي ابتدت تفك شوية. وأنا لما أرجع لها تاني أقنعها تنزل الشغل بكرة. صح. الشغل هو الحل بالنسبة لها. أه أقعدها في البيت ده هيجننها. انا نفسي حاسس ان انا متكتف مش عارف اعمل لها اي حاجه. ليه يا حبيبي بس بتقول كده؟ ما انت ما قصرتش في حاجه. وبعدين انا معاها مش هسيبها ما تقلقش. مش غريبه شويه ان هي اتقبلتك كده بالسهوله دي؟ لا انا حد هي ما تعرفوش، ويمكن اسهل لها تفتح وتتكلم معايا بدل كل اللي حواليها اللي هي تعرفهم اللي على طول بتحكم عليهم من فوق. الخوف انها تفتكر انك بتعملي كل ده. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.